سمعت يونس يقول خصلتان أو خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما. ما هما؟ إذا أردت أن تحكم على شخص أنه من أهل الصلاح لابد أن تفحص شغلتين. أول شيء، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في شغلتين مهمات، ما هما؟ واحد صلاته، اثنين لسانه. أحسن، الصلاة واللسان. انظر إلى صلاته، نقر، هذا دلالة على إيش؟ على أنه سيء. اثنين، لا يشهد الجماعة. اسأل، الصلاح أن تشهد الجماعة. إذا صلى السنة اطمأن في صلاته، وكذلك اللسان. انظر إلى لسانه بماذا يتكلم، هل مليء بالشتم، بالغيبة، بالنميمة؟